السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي الكريمات. أتتني رسالة خاصة تقول فيها السائلة: هل يجوز أن أتواصل مع شاب غريب عني ليس من محارمي؟ هل يجوز أن أتواصل معه عن طريق المراسلات الفورية بين قوسين الببي؟ فأرسلت لها أنا رسالة خاصة أيضا أستأذنها وأقول: هل تسمحين لي أن أجعل الإجابة في مقطع صوتي يستفيدون منه الأخوات جميعا؟ فقالت: لا بأس. لذلك أنا الآن أجيب على هذا السؤال الذي انتشر وعم وطم واستهتر فيه كثير من الأخوات هداهن الله. كثير من الأخوات، كثير من الفتيات يستهترون بأمر الببي مع الشباب عادي، المسن مع الشباب عادي. لا لا أبدا مو عادي أختي الكريمة الفاضلة الطيبة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم الذي تقرأينه أنت وتحترمينه وتقدسينه، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يا إعطائك الببي لهذا الشاب الغريب عنك خطوة من خطوات الشيطان، ثم خطوة ثم خطوة، نهايتها ندم وحسرة، والله أعلم منك. ثم أقول يا أختي الكريمة الفاضلة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصريح الصحيح: اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه، يعني يسقط فيه. فقد يكون يا أختي إعطائك الببي لهذا الشاب الأجنبي عنك الذي ليس من محارمك شبهة وشهوة شيطانية، نهايتها مصيبة أو فضيحة أو مشكلة لك، أو عدم براءة لك في دينك، أو عدم براءة لك في عرضك، أو تسقطين في الهاوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حفظنا الله وإياك. ثم أقول يا أخيتي الفاضلة، أنا أستغرب وأتعجب منك، إذا طلب منك شاب رقم الجوال أو الصورة لا حرام، لكن خذ رقم البنت، سبحان الله، والله أضحك أتعجب، وأسأل الله لهن الهداية يا رب العالمين. يعني شلون هذا حلال وهذا حرام؟ يعني هذا خطير وهذا عادي؟ كلاهما خطير وكلاهما شر وكلاهما فتنة وكلاهما من الشهوات والشبهات الخطيرة ومن خطوات الشيطان التي قد تكون نهايتها مع الأيام، كثرة الأيام أو قلة الأيام قد تكون نهايتها ندم وحسرة. وكم نسمع من القصص، وكم نسمع من الروايات، وكم نسمع من المآسي التي يذكرها لنا أصحاب هيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر وفقهم الله، أو الثقات أو الدعاة، مثل هذه القصص مآسي في العرض والشرف.